ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة جدا. الوصفة بتاعتي ان شاء الله هتخلصنا من مشكلة بنات كتير جدا بيعانوا منها، غمقان الرقبة. يعني بتلاقي وشك لون ورقبتك غامقة عنه شوية، ودي مشكلة موجودة عند معظم البنات الحقيقة. فان شاء الله النهاردة هعمل وصفة كده سهلة وبسيطة ان شاء الله تبدأ تفتح الرقبة معانا وتعالج لنا المشكلة دي. يلا بينا ونشوف. هنستخدم اول مكون معانا يا بنات هيكون القهوة او البن الناعم زي ما احنا شايفين كده. هاخد معلقة، هضيف عليها معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم او الصودا، او زي ما بنقول عليها هنا في مصر كربوناته، بتروح تجيبيه من عند العطار. بعد كده بقى هضيف عليهم ايه، هنجيب كده حامض او نص ليمونة وهعصرها كده على المكونات دي. طبعا الوصفة دي ممكن تستخدميها كمان لإيديكي وللكعان والركب عندك. طيب خلاص كده عصرنا الليمونة، بعد كده هضيف عليها بقى معلقة من مية الورد أو على حسب ما القوام بتاعي هياخد معايا، فحوالي كده معلقة كبيرة، وهقلب كويس واشوف قوام الماسك عامل ايه زي ما احنا شايفين كده. طبعا كلنا ملاحظين ان البيكربوناتو بتعمل فوم كده او بتتفاعل مع الليمون، فتدينا طبعا القوام ده زي ما احنا شايفين كده. هنستخدمها ازاي هقول لكم دلوقتي يا بنات. اول حاجة يا بنات هنغسل رقبتنا وايدينا والكعان والركب بمية سخنة علشان نفتح المسام، او مية دافية. وبعد كده هناخد الماسك ده نفرده ونسيبه تلت ساعة، هينشف معاكي هتفركيه. وبعد كده ترطبي المكان باي مرطب بقى انت بتستخدميه، سواء ببنسن او كربمايت حلو، اي مرطب بتستخدميه لجسمك او اي يعني لوشن بتستخدميه لجسمك رطبي بيه البشرة بعد الوصفة دي. بنستخدمها يوم بعد يوم، يعني يوم او يوم لا، وشوفي النتيجة ان شاء الله خلال الشهر هتشوفي نتيجة حلوة جدا. بتمنى الوصفة تعجبك، اكتبي رأيك في الكومنتات، وما تنسيش لو الفيديو عجبك اعملي لي لايك وشيري لي لصاحباتك علشان يستفيدوا منه، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير والسلام عليكم.